اخلاق البيمرز. الموضوع ده مهم جدا يا جماعه. انت علشان تروح تركب عربيه بي ام دبليو لازم تعرف قيمه العربيه اللي انت رايح تشتريها، لازم تعرف قيمه العربيه اللي انت راكبها، لازم تبقى عارف ان انت مختلف عن اي حد. اللي راكب العربيه دي لازم يبقى لما بيجي يدخل يمين بيدي فليشر يمين، لما بيجي يدخل شمال وهكذا، لما تيجي داخل على مطب لازم بتدوس انتظار اللي هو زرار الويتنج اللي موجود جوه العربيه اللي محدش بيستخدمه ده. بس خلينا لازم نبقى عارفين كويس قوي ان انت مش زي اي حد، ان انت ممكن يبقى في عربيات اقوى من كده واغلى من كده، بس الموضوع ملوش علاقه بالفلوس. انا بحاول نبقى كلنا لينا ستايل معين مختلف عن بقيه الناس، اخلاقنا احنا هي اللي هتخلي الناس تشتري العربيه دي وتنضم لينا. الناس اللي بتركب بي ام دبليو دي كاتيجوري برضو الناس بتبص لها، يعني ممكن وارد جدا ان الناس تبقى شايفاك مثل اعلى ليها، يعني انت في مكان هم عايزين يوصلوا له. صدقني هتفرق. انت لو فاكر ان الموضوع ده يا عم هي جت عليا، جت عليك. لو انا النهارده حافظت على نظافه الشارع وانت حافظت على نظافه الشارع وغيرنا وغيرنا وغيرنا، هتلاقي الناس كلها بدات تتعلم. بجد هيفرق معانا قوي لو احنا حاولنا نحافظ على بلدنا بالحاجات البسيطه دي، وسلوكياتنا نفسها اتغيرت. لو سلوكياتنا احنا كمان اتغيرت صدقني الموضوع ده هيفرق قوي.